تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أطلقت الثلاثاء الخطة الترويجية لحملة صنع في الأردن في غرفة صناعة عمان. وحضر الحفل ممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية وهيئات من مؤسسات المجتمع المدني والقوات المسلحة الأردنية. رئيس حملة صنع في الأردن موسى الساكت قال أن المبادرة تأتي لتشجيع الصناعة الأردنية ودعم كفاءات أبناء الوطن. جاءت الحملة طبعا حملة صنع في الأردن لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية، خصوصا خلال الأعوام الماضية قطعت شوط طويل وكبير صناعتنا الوطنية، فتمكنت إلى الدخول لأكثر من 130 سوق حول العالم. وركزنا طبعا خلال الفترة الماضية على عدة محاور لترويج هذه الحملة، حملة صنع في الأردن، من خلال زيارة فريق الحملة للمدارس وإنشاء جيل يعي مدى جودة هذه المنتجات، أيضا زيارة المدارس للصناعات الوطنية حتى يروا بأم أعينهم مدى تطور هذه الصناعة خلال الفترات أو السنوات الماضية. واختتم الحفل بتوزيع الدروع التذكارية على المدعوين وممثلي مختلف القطاعات. رامي العيسى، الحقيقة الدولية.